تكلفة إنشاء أي وحدة سكنية بيتوزع على 5 حاجات: أرض، تصميم، تنفيذ، إشراف، تشطيب. كل نقطة من 5 دول بتأثر في سعر الوحدة السكنية الإجمالي. طبعاً في حاجات سعرها صعب يتغير فجأة زي سعر الأرض، وفي حاجات أسعار خامتها ممكن تتغير بشكل بسيط أثناء التنفيذ زي حديد التسليح والأسمنت والطوب وخلافه. لكن الواقع إن بند الإشراف واللي بيضاف إليه أرباح الشركات العقارية المالكة مش ثابت ومالوش معايير. مش منطقي الشقة تتكلف 500,000 وتشتريها بـ1,000,000. دلوقتي مع الشركة الدولية للاستثمار تحت مبادرة اتحاد ملاك الدولية، قررنا تخفيض هامش الربح الخاص بينا واكتفينا بـ10% مصروفات إدارية فقط عشان نقدر نوفر لك أكتر من 30% من أسعار السوق. الفكرة موجهة للمصريين العاملين في الخارج من خلال عمل مجموعات من اتحادات الملاك، من خلال الشراكات الموجودة لينا مع شركات في معظم دول الخليج. هتقدر تدفع أقساطك في الكويت أو في مصر أو في أي بلد أنت مقيم فيها مع فروع شركتنا في الكويت ومصر، وهنعمل لك كافة العقود الموثقة، وكمان هتعمل كل عقودك الرسمية في مصر. هنديك مثال يقرب لك الفكرة. الشقة 200 متر في الأندلس دلوقتي سعر المتر المتوسط ليها 7300 ل 7800 جنيه، يعني إجماليها تقريبا في حدود 1,500,000. مع مبادرتنا هيبقى متوسط سعر المتر لنفس الشقة في حدود 5100 ل 5400 جنيه، يعني شقتك هتبقى في حدود 1,000,000 جنيه، وبكده هتوفر أكتر من 500,000 جنيه من تمن الوحدة. هنجمع الناس اللي ليهم رغبة مشتركة في منطقة ومساحات متقاربة، وهنقوم بدورنا معاكم في كل المراحل. هنساعدكم في شراء الأرض والتعاقد عليها، وهنقوم بعمل أحدث التصميمات والواجهات المميزة، وهنشرف على تنفيذها وتسليمها للجهاز وتسليمها ليكم بأحدث تكنولوجيات البناء Smart Home Systems. لو عايز تعرف معلومات أكتر اكتب كومنت أو ابعت رسالة وهنرد عليك بكل التفاصيل، أو ادخل على موقعنا www.الدولية-inv.com وسجل معنا في استمارة التسجيل بالمنطقة والمساحة، وهنتواصل معاك لزيارة مقرنا والتعرف على كافة التفاصيل. الدولية للاستثمار، الرفاهية بأقل الأسعار.